ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في بي بيوتيفول، معاكم دودو. لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا نشوف هنتكلم عن ايه النهارده. النهارده بنعمل ماسك لجميع انواع البشره، ويعتبر تنظيف طبيعي لبشرتنا، نعتبر بنعمل تنظيف بشره. مكونات الماسك ده ايه؟ معانا لبن، ومعانا شوفان، ومعانا شوية عسل. نحط شوية عسل في الطبق اللي عامل فيه الماسك. عسل، لبن، شوفان. هنتكلم عن فوائد الماسك ده. الشوفان فوائده عظيمة جدا 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 للبشرة، يعتبر تنظيف طبيعي جدا للبشرة، تفتيح، إزالة الخلايا الميتة، وترطيب فظيع للبشرة. ده كله في الشوفان، في شوية الشوفان. ده طبعا شكل الشوفان اللي عندنا في البيت. احنا مش هنستخدمه كده في الماسك، احنا هنطحنه في مطحنة الخلاط، هيبقى عندنا كده بالشكل ده. هنستخدمه مطحون، بس انا حبيت اوريكم شكله. هو شكله بيبقى كده، وطبعا هو موجود عندنا في البيت كلنا. اللبن بيفتح البشره جدا، اللبن فظيع، ترطيب جميل جدا للبشره، وبيغذي طبقات الجلد كلها، وبيحارب التجاعيد. اللبن جميل جدا جدا لبشرتنا. العسل طبعا حدث ولا حرج، يعني العسل تنعيم بشره، علاج بثور وشوايب وتفتيح بشرة وكل حاجة. يعني انا واخدة بالظبط نص معلقة صغيرة عسل، نص معلقة صغيرة عسل. يلا نشوف هنعمل الماسك ده ازاي. هقول لكم هنخلط الخلطة بتاعتنا ازاي. ده طبق حطيت فيه نص معلقة صغيرة عسل، ماشي. وهناخد شوية من الشوفان المطحون. احنا قلنا الشوفان هناخده نطحنه في مطحنة الخلاط. هاخد منه معلقتين، اهو، مع العسل. وهبتدي اخد اللبن شوية بشوية علشان اكون عندي عجينة الماسك، اهو. واقلب واشوف احتاج تاني ولا خلاص. لازم يبقى عندي عجينة عشان اعرف افردها على وشي. انا خلطته معاكم اهو، اهو اي حاجة على الجوانب ننزلها اهو. ده شكل الماسك بتاعي، ده شكل الماسك. هنحطه على وشنا بالظبط 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. وما نحطوش في المنطقة اللي تحت العين، ده ما بيتحطش في المنطقة اللي تحت العين. الحاجات اللي بتنفع انا بقولكم ان هي تنفع، ده ما ينفعش المنطقة اللي تحت العين. ده هنحطه على بشرتنا كلها، وهنبعد عن العين خالص، والمنطقة اللي تحت العين هنبعد عنها خالص. هنحطه على بشرتنا 10 دقايق وهنغسله. بصوا بقى هتلاقوا تفتيح وتنظيف، هتحسوا ان المسام نضفت، هتحسوا ان وشكوا افتح، وهتحسوا ان يعني بجد هتلاقوا نتيجة فظيعة، بجد هتلاقوا نتيجة حلوة قوي من الماسك ده. جربوه وقولولي نتيجته ايه معاكو، وعامل ايه معاكو كده. واتمنى ان هو يعجبكو، واتمنى ان انتوا تجربوه. حاولوا تجربوه قبل العيد علشان تعملوا كده زي تنظيف بشرة يعني قبل العيد. جربوه وبعتولي قولولي هو عجبكو ولا ايه. واتمنى جدا ان هو يعجبكو، واتمنى ان وصفاتي تكون بتعجبكو. ولو في اي حاجة انتوا حابين ان احنا نتكلم فيها في القناة، ابعتولي اي سؤال، ابعتولي وانا هرد عليكم لو اقدر. واتمنى ان انا اشوفكم المرة الجاية على خير، وباي باي.